للإرهاب وجوه عدة، أحدها وأكثرها خطراً ذلك الذي يدعو إلى العنف والتطرف ويسعى لفرض اتجاهات أيديولوجية واستخدام لغة التكفير بحق الآخرين. هذا ما قاله محافظ حضرموت في لقاء جمعه بقيادات مجتمعية ومدراء المكاتب التنفيذية في ساحل المحافظة. فأخطر شيء اللي نواجهه نحن إرهابين، إرهاب الفساد اللي كان يزحف بشكل أو بآخر للقضاء على حضارة وثروة وتاريخ محافظة حضرموت، وإرهاب اللي هو العنف المستخدم لفرض يعني اتجاهات دينية أو مذاهب معينة. أو في أبريل الماضي شنت قوات الجيش الوطني بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي عملية عسكرية خاطفة تمكنت خلالها من تحرير المكلا ومدن ومديريات الساحل من قبضة التنظيم بعد أكثر من عام من سيطرته. كانت تلك العملية هي الخطوة الأولى في محاربة الإرهاب في محافظة حضرموت وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية. بعد تلك الخطوة برزت أمام السلطات المحلية المرحلة الأهم والتي تمثلت في مواجهة الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية كونها تعد عامل قلق لأمن المواطنين نظراً لما تمثله من تهديد لحياتهم. وعلى الرغم من الهجمات التي تعرضت لها المحافظة خلال الأسابيع الماضية إلا أن الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المعنية يمكن أن تسهم في الحد من تلك الهجمات. وبناء على هذا يمكن القول إن حضرموت قطعت خطوات كبيرة في مشوار تعزيز الأمن إلا أنها لم تصل إلى النهاية حتى الآن.